أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وجه دلوقتي معاد فقرة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون حر على السواحل الشمالية. أما بالليل فالجو هيكون معتدل على كل الأنحاء، وفي ارتفاع في نسب الرطوبة الصبح، وده هيزود من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح بين درجتين لثلاث درجات. لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. بداية عايزينك تطمنينا أكتر عن حال الطقس اليوم. احنا ما زلنا اليوم مستمرين في التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، فبتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار وأيضا خلال فترات الليل. يمكن ارتفاع نسب الرطوبة هو العامل المهم جدا في فصل الصيف اللي بيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة وحرارة الطقس، ممكن يضيف عن درجات الحرارة اللي احنا دايما بنقولها في النشرات من درجتين لثلاث درجات، يعني بيعلي درجة الحرارة المحسوسة المواطن دايما بيحسها. في استقرار في الأحوال الجوية طبعا، والأجواء بتكون أجواء شديدة الحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد. الأجواء بتكون أجواء حرة رطبة على السواحل الشمالية، ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، ده طبعا خلال فترات النهار ومع زيادة فترات شطوع أشعة الشمس. لكن خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس الأجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية، وأحيانا كمان في فترات المساء بيكون في نشاط للرياح تحديدا على بعض المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري. نشاط الرياح ده بيساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، فبالتالي بنحس معاه بالأجواء المعتدلة فترات المساء. ايضا بتتكون شبوره مائيه خفيفه جدا على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه، لكنها شبوره مائيه خفيفه الحمد لله، ما بتاثرش تماما على حركه المرور، لكن بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه تتلاشى فور سطوع اشعه الشمس. متوقع طبعا استمرار ارتفاع درجات الحراره على مدار نهايات الاسبوع، يمكن كمان مطلع الاسبوع القادم اللي هيتوقع طبعا هيتوافق مع عيد الاضحى المبارك، اللي كانوا حضراتكم بخير. يمكن كمان درجات الحراره ترتفع عن هذه الايام حوالي درجه، لان متوسط درجات الحراره خلال هذه الايام بيوصل ل 36 درجه مئويه، طبعا درجه الحراره المقاسه في الظل المحسوسه بتوصل ل 38 و39 درجه مئويه، مع اول وثاني ايام العيد درجه الحراره توصل ل 37 درجه مئويه، يعني المحسوسه توصل ل 40 درجه مئويه. هنستمر معاه في الاجواء الشديده الحراره فترات النهار بسبب ارتفاع نسب الرطوبه، هي دي اللي هتزود احساسنا اكثر في ارتفاع درجات الحراره. مهم جدا ان احنا نخلي بالنا ان احنا دايما نبقى موجودين في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه العاليه وتجنب اشعه الشمس فتره الظهيره. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض درجات الحرارة المتوقعة، والبداية كالعادة هتكون من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 36 والصغرى بتسجل 25، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 23، سيوة العظمى 36 والصغرى 22، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25، دمياط العظمى 30 والصغرى 24، الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى بتسجل 23، السويس العظمى 36 والصغرى بتسجل 24. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 33 والصغرى بتسجل 24، طابة العظمى 35 والصغرى بتسجل 24، سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 17، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى بتسجل 28، الغردقة العظمى 39 والصغرى بتسجل 28، الفيوم العظمى 36 والصغرى بتسجل 25، بني سويف العظمى 37 والصغرى بتسجل 25، المنيا العظمى 38 والصغرى بتسجل 24. هنروح لأسيوط، العظمى فيها بتسجل 39 والصغرى 24، سوهاج العظمى 39 والصغرى 25، قنا العظمى 40 والصغرى 25،
الأقصر العظمى 41 والصغرى بتسجل 27، أسوان العظمى 41 والصغرى 28، الوادي الجديد العظمى فيها كمان 41 والصغرى بتسجل 25، شلاتين العظمى 39 والصغرى 28، وأخيرا حلايب العظمى 35 والصغرى بتسجل 29. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لشاذلي ومنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. بنشكرك يا لينا.